السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد مغيث معكم من جديد لأزيل اليوم هذه الخلية المتشربكة بأغصان شجرة الليمون كما ترون، واللي إن شاء الله راح أضطرني لأجل إزالتها أن أفتح طريق من بين هذه الأغصان كلها ومن ثم أستخرجها مع الغصن الذي هي فيه. هي في غصن واحد، هذا هو من هنا ممتد إلى هنا، فراح أشيلها مع الغصن اللي هي فيه وأذهب بها. ممكن ما راح أحتاج إلى المكنسة. ألتقيكم بعد قليل. الآن أنا إذن في تقطيع الأغصان الصغيرة هذه، واللي سأشق طريقي من خلالها إلى الخلية. ستهتز الشجرة طبعا، يمكن يثار ثائرة النحل، هذا شيء طبيعي. إذا ثارت ثائرة النحل سأستخدم الدخان، أما حاليا بما أن النحل هادئ لن أستخدم الدخان. أحاكيكم بعد قليل. لاحظوا هذه الخلية، أنا شقيت طريقي يعني لا بأس، ممكن هذا بعد. أحاول قدر الإمكان أخلي يعني مكان واسع يتسع لإزالة الغصن بسلاسة إن شاء الله. خلكم وياي. الآن بما أني اقتربت أكثر من متر، النحل بدأ يرسل مدافعين يدافع على الاستحياء، ولكن ما يمنع نستخدم التدخين الحين علشان نخدرهم شوي ونفتح طريق أكثر ما بين هذه الأغصان. هذه الخلية وهذه عملية التدخين. نحل هادئ استجاب للتدخين مرة، صار جدا هادئ. بسم الله، هذا أنا قاعد ألمس النحل. جميل. هذه خلية أنا أحاول قصها، الغصن الكبير هذا، ولكن أحتاج إلى كلتا اليدين لإمساك المقص للأسف، ولكن في نفس الوقت أحتاج لمسك الغصن لكي لا تسقط الخلية ويتدهور النحل ويطير في كل مكان. فسأحاول قطعه بيد واحدة. الله المستعان. طبعا يعني اختلقت هنا تجويف بهذا، يبغى لي الكبير. انتظروا. هذه أنا طبعا حاولت أني أشيلها من الغصن، لكن أثناء عملية رفع الغصن جزء الحضنة انقطع لوحده من الثقل عن جزء العسل. لين جدا شمع هذا النحل. أنا الآن سأحاول أني ألجأ للخطة الثانية، وهي يعني سأفصل بأي حال من الأحوال جزء الحضنة وأتركه في هذه العلبة، أو أني أحضر كيس وأخذه داخل الكيس، بس العلبة أفضل أكيد. بس قبل هذا وذاك في جزء هنا أنا قطعته قبل من هذا النحل. بسم الله، خلاص هذا ما في شيء. والحين مكانهم الأول راح أبخ فيه المادة السحرية، وهي صابون المواعين ودهن العود لكي لا يرجعوا. طبعا هذا النحل اللي كان سارح الآن رجع ويشوف وين الخلية راحت، وإذا به لا يوجد خلية فيلتصق بأي مكان. الخوف أنه الملكة ترجع الحين حاليا، ولذلك لابد من تضييع الهوية عن طريق المواد النفاذة الرائحة هذه.
يغسل مكان تغسيل جيد، يرطب يعني يبلل، يصير بلل بهذه المواد. الأغصان القريبة ممكن الكاميرا يجي عليها الآن شوية أمور. كل الأغصان القريبة من الموقع الجغرافي للخلية رطوبة قوية جدا جدا هذه الأيام، وهي تضاعف التعب. إن شاء الله الأمور طيبة. من الممكن أن يتجمع النحل السارح العائد من المرعى، ممكن أن يتجمع، ولكن خلال يوم واحد لن تكون هنالك نحلة واحدة بسبب هذه الروائح إن شاء الله. هذا النحل يحب حضنته، حتى لو نقل إلى مسافة قصيرة من الممكن أنه يبقى مع الحضنة، وممكن أن بعضه يرجع، ولكن مجرد وجود هذه الروائح ما راح يستطيب البقاء. عملية تقطيع الشاورما معروفة، راح أحاول أني أزيل جزء من العسل وأبقي الآخر. الحمد لله جزء العسل صاير أغلبه فوق الغصن والنحل متباعد عنه. دائما هذا النحل يبتعد عن جزء العسل، ربما المفترسات أو الناس اللي على مدى العصور يجوا ياخذوا العسل يبقوا على النحل إذا النحل ابتعد عن جزء العسل. فاعتاد هذا النحل على أنه يترك العسل لكي يذهب المفترس، ينجو ويترك العسل وينجو، يضحي بالعسل. هذه كثير لاحظتها أنا العملية هذه. أجي أشيل العسل والنحل يتركه لي، كأنه يقول تفضل. عليهم بالعافية. هذا عسل ليمون. النحل أكل جزء كبير منه، هذا المتبقي فقط، لأنه النحل خارج الموسم يبدأ يقتات على اللي جمعه. خلاص راح أبقي هذا الباقي إلى النحل. الحمد لله خير واجد اللي حصدنا. الآن أنا سأقحم النحل داخل الصندوق. ما العمل، إذا مشيت بها الحين هالشكل بتنقطع داخل السيارة. أسوي لها اختبار، تنقطع، واضح بتنقطع. ممكن ألمها بهذه الطريقة، أدخن وألمها وأدخلها داخل. خسارة هذا العسل راح. حضانة ذكور. الله كريم. يلا راح أحاول الحين بدون هاج النحل، طبعا التدخين كان صار له فترة. عندي إحساس أنه لا بأس أني أشيلها بهذا الشكل. ممكن ما راح تنقطع، ممكن أوديها السيارة إن شاء الله ما تنقطع. أوه 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 أوه. بداية
بداية المأساة. إذا ضروري نقترب هنا. هذه اللي وقعت حضنة الذكور. أوديهم السيارة وبعدين يحلها ألف حلال. إن شاء الله ما يقع الجزء الكبير بعد. أيوة أخليه هنا. بسم الله. إن شاء الله الأمور سالكة. الوضع طيب إن شاء الله. يا الله الأمور إلى آخر لحظة تكون طيبة وسالكة بحق محمد وآل محمد. اللي هنا معلق ممتاز وكأنه صمم لأجله. الحمد لله. يخلل البعض من الوضع من بعض الجروح هنا وهناك أنها شجرة ليمون بالنهاية. الحمد لله أنقذنا النحل وأنقذنا الناس من بأس بعضهم بعض. الحمد لله على كل حال. الحمد والشكر لك. لا تنسوا عمل لايك شير سبسكرايب اشتركوا بالقناة فعلوا زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. محمد مغاس كان معكم دائما وأبدا. ابقوا معي إلى اللقاء.